وقع الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مذكرة تفاهم بحضور سعادة هشام الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة نادي الشعب لكرة القدم والسيد سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية والأدباء ووسائل الإعلام المختلفة. أما المزيد فتتابعونه في سياق التقرير التالي. وصحبه الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية. وقع الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي والأستاذ الدكتور أحمد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مذكرة تفاهم، وبموجب هذه الاتفاقية تكون جامعة الشارقة شريكا استراتيجيا لنادي الشعب في مجال التعليم. الاتفاقية ستعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات وتأسيس الشراكة المجتمعية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأيضا إلى دعم أواصر التعاون في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات ورعاية الموهوبين. وعلى هامش الاتفاقية أطلق الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مجلة الشعب تماشياً مع عام القراءة ولترسيخ المبادئ والتعاليم الثقافية والتربوية التي يتبناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتهدف هذه المجلة الثقافية الرياضية إلى إعادة العمل الثقافي للواجهة في الإمارة الباسمة، إضافة إلى الحفاظ على إرث وتاريخ الدولة والنادي، وكذلك تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية. افتتح